يمكن أن نتخلص من هذه الأغراض التي لم نعد نريدها. روزي، ما الأمر يا رومبا؟ أتريد الاحتفاظ بشيء؟ روزي، روزي، رومبا، هل أنتما بخير؟ نعم، نحن بخير، أليس كذلك يا رومبا؟ هذه الأغراض جميلة جداً. احتفظي بها، نتخلص من هذه الأغراض، لم نعد نحتاج إليها. حسناً، شكراً. من المؤسف التخلص من أغراض قد تكون ما تزال مفيدة. مفيدة؟ إنها مجرد نفايات. ولكن نفايات شخص قد تكون كنزاً بالنسبة إلى غيره. أنت محقة، شكراً يا أرزة. روزي! مرحباً يا كرز. تصنع سيارة سباق؟ سيارة سباق؟ هل تبدو هذه سيارة سباق؟ سنضع هذه الأكوام في بيت اللعب حتى يختار كل ما يريد. تقولون أكوام؟ أنا عندي أكوام وأكوام، اتبعيني يا حبات البلوط. مكان لإعادة التدوير، فكرة جيدة يا روزي. أزرار؟ أغطية زجاجات؟ أكثر سريع، تلوت تلوت رم رم رم. كاد الكيس أن يمتلئ يا بلوطات. كاد يمتلئ. أين أضع إذا باقي نفايات؟ ربما علينا أن نجد طريقة لنجمع نفايات الجميع. فكرة جيدة أخرى. شكراً يا فكري. أصداف؟ خرز؟ أزرار لامعة؟ المئات منها، هل تحتاجين إليها كلها؟ فعلاً. إنها تحتاج إلى فسحة كبيرة. أوبس. حسناً، سأختار أشياء لمجموعة النفايات، ولكن من قد يرغب فيها يا بلبلة؟ أنا متأكدة أن أحداً منهم سيجد فيها فائدة. سألقي نظرة يا بلبلة، أظن أن عندي نفايات قليلة أستطيع التخلي عنها. ليس بقدر ما عندك كرز، انظر. هذه ليست نفايات، إنها قطع غيار، أحتاج إليها لخطتي. أي خطة؟ ماذا ستترك لنضيفه لمجموعة النفايات يا فكري؟ أحب أن أساعدكم يا بلبلة، لكن نحن ليس عندنا ما نتخلى عنه. بلى عندكم، أوراقكم تتساقط في الشتاء. صحيح، لكن الأوراق تذبل في الأرض وتصبح غذاءً لنباتات أخرى، فلا يضيع شيء. ليتنا نحن مثل الأشجار يا رومبا. نعم، لكن الأشجار تختلف، لا نحتاج إلا إلى نور الشمس والماء والنسيم اللطيف. نحن نحتاج إلى عربة للنفايات، فقد حان وقت التجميع. لا تهتمي يا روزي، سأطلب المساعدة. ولكنك تحب تصنيع الأشياء. آسف يا رومبا، أنا منشغل، وهذه العربة فكرة مملة. ما رأيك في عربة خارقة بمحرك أسرع من الصوت للنفايات؟ أحب عربة النفايات يا كرز. إنها خارقة
بمحرك سريع. مهما كان اسمها إنها رائعة. لا تنسى أن تحضر نفايات بينون. أظن أنني سأحتفظ بهذا الخشب، لابد أنني سأحتاج إليه. تشجع يا بينون، إن كنت استغنيت عن أشياء فأنت ستقدر. ربما سيبدو بيتي أجمل من دون هذا الخشب. لكن العربة لا. لنأخذ كل الأغراض إلى بيت اللعب. يوه، نجحنا. ياهو، أعرف أن عندي شيئاً إضافياً، ريشاتي القديمة. لا، انظروا. ما هذا؟ العربة أصبحت كومة نفايات. آسفة يا كرز. هيا لنجد مكانا مناسبا لتخزين هذه الأشياء. ما أكثر هذه الأغراض؟ ليست مشكلة، نفايات شخص كنز لغيره يا رومبا. كل يختار ما يعجبه. تعالوا لبلبلة. لا 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 لا. رائع. أهلا يا سيد روبوت. أمسك بهذه يا بينون. دوري. أريد أن ألعب أنا أيضاً. آسف يا روبوت، لم يكن خطأي، إنها الأكوام، لقد أوقعتني. ما زال لدينا الكثير من البقايا. سيكون علينا أن نرمي بعضها. سيكون أمراً مؤسفاً لنصنع المزيد من الأشياء المميزة. لكن الجميع أخذوا الأشياء التي يريدونها. ليس الجميع، بقي فكري. فكري شجرة، الأشجار لا تحتاج إلى شيء إلا الشمس والماء والنسيم اللطيف. أنا عندي فكرة مدهشة. يا سلام، ما هذا؟ أهلا يا فكري، لدينا هنا شيء. شيء متميز جدا. لتراه. مستعد؟ ليس تماما، ولكن هيا. نعم. لم أرى شيئا في حياتي كهذا من قبل. ما هذا؟ إنها مصنوعة للريح يا فكري. أو هي عربة خارقة. محركها أسرع من الصوت. العجلات كانت لي. إنها مثلك تماماً يا فكري، لا تحتاج إلا إلى الشمس والماء والريح. لم نرمي أي شيء. أرأيت؟ مثلك تماماً. حسناً، شكراً. إنه أروع شيء رأيته في حياتي كلها، سأحافظ عليه. أرزا قالت إن نفايات شخص هي كنز للغير، سنريها ما صنعنا أيضاً. نعم، يجب ذلك، ولكن ليس الآن. لن أشبع من مشاهدته. صار المكان أوسع دون الأكوام. آسفة يا رومبا، لا مكان لك هنا. ماذا؟ ليلة هانئة يا رومبا. أنت مضحكة يا روزي. رحلة السفاري.
ماذا تقرأ يا بينون؟ كتاب عن حيوانات العالم. أسود ونمور وأفلال. أظنك تقصد أفيال يا كمون. أنا أقول أفلال. لابد أن تذهب في سفاري. سفاري؟ سفاري يا كمون. إنها رؤية الحيوانات البرية في أماكن معيشتها. سفاري. حسناً. أعتقد أننا نستطيع المحاولة. بينون وكمون إلى أين يذهبا؟ للبحث عن أسود وأفيال، لكنهما لن يجدا أي حيوان بري. كمون مسكين حقاً، سيخيب أمله كثيراً. أعرف طريقة لجعل مغامرتهما ممتعة، فلنصنع آثار مخصوصة ليتبعها. كمون سيحب هذا. حسناً، انظري جيداً إلى الطاولة وحاولي أن تتذكري أكبر عدد من الأشياء. انتهى الوقت. أوه، كان هناك دب وموزة و... هل يأستي؟ كلا، أثق أنني سأتذكر. نعم، لقد يأس. دب لعبة وموزة وقدح وفرشاة أسنان وسيارة ووعاء وقبعة وملعقة. أصبت! لابد أن هناك طريقة أسهل لأتذكرها. أنا الفائز وأفضل من كل الآخرين. ها، إذن يمكنني تأليف أغنية لتذكرها. انظري يا روزي، مثل آثار حمار وحشي، أو ربما وحيد قرن. رائع. إنها كبيرة، مثل قدم فيل. انظر انظر، تبدو كأنها آثار حيوانات. هيا هيا نتبعها. آثار الأقدام هذه لأي حيوان؟ فرس النهر وأيضاً وحيد القرن. انظر هناك، أظن أنني أرى شيئاً يتحرك. حيوانات. يجب أن نكون هادئين، لا نريد أن نخيفهم. ماذا؟ روزي؟ رومبا؟ ماذا تفعلان؟ لقد كنا نصنع أثار أقدام لكما. فهمت، ظن كمون أنها حقيقية. لا حيوانات. نعتذر، ظننا الأمر ممتعا. لا بأس يا روزي، آسف يا كمون، ربما لا توجد حيوانات برية في الحديقة. حيوانات. إنه نمل. نمل. انظري، إنهم صغار. مذهل. واو، إذن هناك كائنات برية في الحديقة. في نهاية الأمر حشرات صغيرة. لما لا نقوم معاً برحلة سفاري؟ حسناً، محاولة أخرى. لدي أغنية للتذكر هذه المرة. موزة موزة ودب محشو ملعقة و يا إلهي، نسيت مجدداً. عرفت، سوف أدون كل شيء منذ الآن. هكذا سوف أتذكر كل شيء. لين، كرز، أسرع، تعال ساعد في رحلة السفاري. مدهش، رائع. ياه.
كائنات صغيرة جميلة. نعم يا كمول، لدينا الكثير، لكن ماذا سنفعل بها كلها؟ فلنصنع حديقة لهم، عندئذ سنراهم وقتما نشاء. نعمي، مرحبا. وضعنا لهم الأغصان والأوراق لتشبه منازلهم، لكن يبدو أنهم يريدون الخروج. ستكون أسعد لو أعطيناها طعاما. هيا نبحث لها عن طعام. آسف يا روزي، لا أظن الحلزون يحب مخفوق الفراولة بالحليب، وأظن أن الجزر صلب بعض الشيء على الفراشات، لكنه لذيذ. ماذا عن هذا؟ الجميع يحب الكعكة المحلى. شهية، إنها لذيذة يا لين، لكن ليست للديدان. أمسكوهم. انتظروا، لا تعيدوهم إلى الأوعية. أظنهم قد هربوا لأنهم يشتاقون لموطنهم. أظن بينون محقا. أردت أن أعتني بهم جيدا، لا أن أجعلهم تعيسين. لا تقلق يا كرز، يمكننا إسعادها مجددا، فلنعدها لمواطنها. يا للخسارة. آسف يا كمون، لابد أن نعيدها إلى حيث تنتمي. عيش النمل. في عش النمل، إنه هناك. لحسن الحظ أن ذاكرتي قوية، أتذكر كل شيء. إلى اللقاء يا فراشات. أتذكر أين تعيش يا رومبا، تعيش هناك. أحسنتم جميعاً، كل الكائنات عادت إلى موطنها. ليس تماماً يا بينون. مرحباً يا صغيرتي، أخبريني أين تعيشين؟ كرز يعرف، فهو يتذكر كل شيء. لست واثقاً. لا بأس، لدي طريقة لنعرف هذا. رائع. طريقتي لتذكر الأشياء، أرسمهم. والآن أتذكر تماماً أين تعيش الدعسوقة. اتبعوني. الدعسوقة، كنت أتساءل أين ذهبت. لقد كانت تعيش هنا على جذعي. أحسنت يا لين. الوداع يا دعسوقة. ألا يحزنك أن تودعها يا كمون؟ لا، سأزورها في أي وقت. ماذا تفعل يا رومبا؟ هذه حديقة حيوان، وأنا الحيوان الوحيد فيها. مخيف. لا تخافي يا روزي، أعرف ماذا يسعد هذا الحيوان. حقا؟ نعم، هذا الحيوان يحب أن يأكل الكثير من الوجبات الشهية. أنت تترك أثاراً مثل الحيوانات البرية، أثاراً من الطعام. معذرة، آسف يا روزي. نعمة العجيبة. قدراتي البلبلية تخبرني أن البطاقة التي معك تحمل صورة تفاحة.
كنت أعني موزة. أشكركم أشكركم. أنت قلت تفاحة لم تقولي موزة. ونتابع هذا العرض. هل هو حلم سعيد يا فكري؟ لا لا لست نائما. والآن مسك الختام. أتمنى أن تقدم لنا بعض الطعام، أنا جائع للغاية. وأنا أيضا يا رومبا. ماذا قلت عن الأحاديث الجانبية؟ عذرا يا بلبلة. حسنا، مسك ختام عرض بلبلة المبهر هو خدعة الإخفاء، لهذا أنا أحتاج لمتطوع. صفقوا بقوة للشجاع رومبا. ها؟ شكرا لكم. الآن ادخل غرفة الاختفاء السحرية. هذه خيمة كرز، أعطها لبلبلة. فعلت هذا؟ هذا لطيف. معك حق، أنا أرجو ألا يندم. هل دخلت إلى الخيمة؟ حسنا. سأردد كلماتي البلبلية السحرية. شالملام. لا ليست هذه. وكي وكي وكي. لا لا لا. يا لبو. ولا هذه. ها، أيمكن أن تسرعي؟ أنا جائع جدا. راب 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 ركبتيزي. لا. تضيعين وقتنا، لن تستطيع إخفاء رومبا. سأذهب لألعب. خذني معك. ربما عليك تذكر الكلمات المناسبة أولا يا بلبلة. هيا اخرج الآن يا رومبا. انتظروا. تذكرت الآن. نعم، إنها ألاكالاماكازا راكازوم. أها، فلنرى. مرحبا رؤ. لقد اختفى. اختفى؟ أعني اختفى. واو. لا بأس. كيف فعلت هذا يا بلبلة؟ بالسحر. لكني لا أريد أن يرحل رومبا. يا لين، إنها مجرد لعبة. تعرف بلبلة كيف تعيد رومبا، صح يا بلبلة؟ بلبلة؟ بينكي وينكي دودا؟ لا. لم يظهر. هذا سيأخذ أياما. نادوني حين يظهر رومبا، سأكون في الملعب. مسكين يا رومبا. لا تقلقي يا لين، سنعيده إلينا. رومبا رومبا. باب خلفي. هاي. يمكنني رؤية منزلي من هنا. أين سيذهب رومبا إذا فتح هذا الباب؟ ورأى المنزل من هنا. لقد عرفت. إيكي واكي واكابيو. شوم بروم بروم بو. جرب الكلمة الأولى. رومبا. 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 روزي. كنت أعرف أنك ستكون هنا. أنا آسف لأنني تركت العرض، كنت جائعا جدا وكانت بلبلة بطيئة جدا. حسنا لا بأس يا رومبا،
لكن الأصدقاء قلقون عليك. يظنون أن بلبلة أخفتك بالفعل. معقول؟ لذا علينا العودة وإخبارهم أنك بخير. لكن إذا عدنا بهذه الطريقة ستعرف بلبلة أنها لم تكن بإخفائي وأنها لا تملك قدرات عجيبة كما تظن. أنت محق. أنا لدي فكرة سترضي كل الأطراف. وقت عرض روزي ورومبا العجيب. أعلى كلام كذا كذا كذي أو أعلى كلام كذا غغلا زبري. دعا رومبا للأبد. نحن لم نتمكن حتى من توديعه. أها أعلى كلام كذا غاتشي. هذا غريب، لقد اختفت روزي الآن. ماذا؟ روزي ورومبا معا. هيا يا بلبلة، أنت بارعة، كيف فعلت هذا؟ لا أعرف. جاهز يا رومبا؟ جاهز. صارت قدراتك البلبلية خارقة يا بلبلة. خارقة جدا. إنهما في مكان ما، الدمى لا تتبخر أبدا. انظرا، يبدو أنها سلة طعام. واو، ما كل هذا الطعام؟ مهلا، رسالة. إنها لك يا بلبلة. ماذا؟ إذا أردت رؤيتنا اليوم قولي على كلامك زغزازو. لقد عدنا. كيف هذا؟ سحر بلبلة البلابل. أعرف لعبة مشابهة يمكن للجميع الاشتراك. هوهو، لعبة إخفاء الطعام. يم يم. روزي. نعم يا رومبا. أخبريني كيف عرفت مكاني؟ استعملت حيلة سحرية؟ استخدمت كأي محقق ناجح ثلاثة أشياء: عيني لأرى الأدلة جيدا، والثاني عقلي لأفكر في الأدلة التي رأيتها. صحيح. انتظري، هذان شيئان فقط، ما هو الثالث؟ كنت جائعا يا رومبا، أعرف أين تذهب حين تجوع. نعم، ومن لا يعرف. فطور بينون المدهش. أهلا يا بينون. مرحبا جميعا. تبدو سلتك ثقيلة جدا يا بينون، ماذا في داخلها؟ إن بها مكوناتي.
كنكراتي ماذا؟ مكونات، ما يلزمني لتحضير فطور مدهش غدا صباحا. لكن ما معنى فطور مدهش؟ سأحضر شطائر الفاكهة، المعجنات، البيض، الحبوب، الكرواسون، الجبن، الفطائر، كل شيء. هذا رائع، أظن أنني سأحب فطورك المدهش. لما لا تمضي الليلة عندي وهكذا تتذوق فطوري المدهش في الصباح؟ أوه هذا رائع، هل يمكنني؟ أرجوك. طبعا يمكنك يا رومبا. انتظرني. أنا جاهز يا بينون، هيا بنا. إلى اللقاء يا روزي. إلى اللقاء، استمتع. لم أنم هنا وحدي بدون رومبا من قبل، ماذا سأفعل؟ فكري سينصحني. أهلا يا روزي. أهلا يا روزي. هل تأتينا مع رومبا للتنزه معنا؟ لا شكرا، أنا ذاهبة لفكري، ورومبا سيمضي الليلة في بيت بينون ليشاركه فطوره المدهش المميز. إلى اللقاء. أعجبتني حكاية الفطور المدهش، علينا أن نفعل ذلك، ولكن سأسميه فطور كرز الممتاز بامتياز. أوه رائع، أنا متشوقة. أتظن أن روزي بخير؟ نعم لا تقلقي، سأحتفظ لروزي بحصتها من فطوري. هيا لنحضر ما نحتاجه. أنا سعيدة لأن رومبا سيتسلى، لكنني سأشتاق إليه. أنا متأكد أن بإمكانك أن تفعلي الكثير بدونه. يمكنني أن أرسم قليلاً، أو أن أسقي أزهاري، أو أقرأ كتابي المفضل دون مقاطعة رومبا. إذن لا بأس إن بقيت وحدي. لا بل يبدو سآتي عندك. هذا لطف كبير منك يا بلبلة. لا شكر على واجب. سنقضي سهرة لطيفة، كما أن فطورك أفضل من فطور بينون. تعال لنلعب يا كرز. هذه لفطورك الممتاز بامتياز؟ نعم، ولكن الطعام أشعرني بالجوع. لقمة سريعة لن تؤذي أحدا. حان وقت الاستعداد للنوم. لا، لم يحن وقت تنظيف الأسنان. أنا أنظف أسناني دائما قبل أن آوي إلى الفراش، ولكن أقوم أنا وروزي بأمور أخرى قبل النوم. ماذا مثلا؟ أن أؤوي إلى الفراش الآن؟ تقريباً. ترى أين سأنام أنا الليلة؟ في أرجوحة رومبا، إنها جميلة ومريحة. لا أستطيع أن أنام في هذه، أريد عشاً لطيفاً ومريحاً. ربما أستطيع أن أبني لك واحداً. أمسكي بهذا من هنا، وأنا سألف هذا بهذه الطريقة هكذا. أوبس. لا يمكنك النوم؟ لا، الأمر غريب بدون روزي. أنا أنظر صوب النجوم عندما لا أستطيع النوم. أتعرف أسماءها؟ هل لها أسماء؟ نعم، أترى تلك المجموعة من النجوم هناك؟ اسمها الدب الأكبر. واو، مثلك أنت. هل هناك الأرنب الأكبر؟ ترى ما الذي يفعله رومبا الآن؟ ربما يحاول أن ينام ولا يستطيع. لا أستطيع أن أنام. حاول أن تعد النجوم. 1، 2، 3، 4، 5، نسيت واحدة.
واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. اوه نجمة جميلة. ليه اضعت العد؟ نجمة اثنتان ثلاثة. بلبلة انت مستيقظة؟ بلبلة آسفة يا بلبلة، لم اقصد ايقاظك. رومبا يفعل هذا بي دائما. اشتقت اليه. احيانا رومبا يغضبني بسبب ضجيجه والفوضى التي يسببها، ولكن اتصدقين اشتقت الى ذلك ايضا. هذا لطيف يا روزي. لا اصدق، ما هذه الليله؟ هل نمت قليلا يا رومبا؟ لا لا اظن ذلك. هل حان وقت الفطور المدهش؟ ليس تماما، نحن في حاجة إلى نزهة في الهواء الطلق أولا كي ننشط. هيا لننطلق. آسفة لأنني لم أدعك تنامين. لا بأس يا روزي، أظن أنني أعرف تماما ماذا يمكن أن يفرحك. صحيح، سأعود حالا. هل سنذهب لنرى روزي؟ لكن ماذا عن الفطور المدهش؟ هناك متسع من الوقت للفطور. سأذهب إلى بينون وأصطحب رومبا إلى روزي، وعندها سأتمكن من النوم. هذا هو فطور كرز الممتاز بامتياز؟ نعم، آسف، عندما أكلت لقمة التهمت كل المكونات. آسف يا لي. لا عليك. ما زلت جائعا. فكرة، لنذهب إلى بيت بينون، ربما لديه ما يكفي لنا أيضا. ياو بينون، رومبا. أين هما؟ أهلاً بينون، جئنا للفطور. بلبلة، أين بينون؟ لقد ذهب، ورومبا أيضاً لا أجده. لنبحث عن روزي، تعرف ماذا نفعل. روزي، روزي، ليست هنا. لا تقلق يا رومبا، سوف نجدها. يا بينون، أين يمكن أن تكون؟ رومبا، بينون، وجدناكما. ولكن أين روزي؟ روزي! يا رومبا، اشتقت إليك كثيراً، لم أستطع النوم. أنا أيضاً يا روزي. جئت لأحضر بعض التفاح احتفالاً بعودتك. سأصنع فطيرة تفاح وفراولة. يم. والآن هل نستطيع أن ننام أخيراً؟ أرجو ذلك. لقد ناموا جميعاً. نعم، لن يكون هناك فطور مدهش ولا ممتاز إلا إذا لا، لقد تأخرت في النوم. تأخرت على ماذا؟ الفطور المدهش الممتاز بامتياز. هذا أفضل فطور مدهش وممتاز في العالم. الفطور المدهش الممتاز كان شهياً جداً، وكان ألذ وأشهى لأنني أكلته معك يا روزي. شكراً يا رومبا، اشتقت لك أيضاً. إذن علينا أن نحتفل بعودتنا معاً، وذلك على غداء شهي وشاي رائع وعشاء ألذ من لذيذ، وفي اليوم نفسه. يا رومبا. سر اختفاء النحل.
سيكون اليوم حافلاً بجمع العسل من الزهور يا رومبا. سيكون النحل منشغلاً للغاية. ياه، أحب العسل. ترى كيف يصنعه النحل؟ هل ترى قلب هذه الزهرة؟ نعم، إنه مليء بالرحيق. يجمع النحل هذا الرحيق ويأخذه إلى الخلية، وهناك يحوله إلى عسل شهي لذيذ مثل هذا. أوه، مدهش. النحل في منتهى البراعة. شهي. سأذهب لأرى كرز. إلى اللقاء. وداعاً. زرعت الكثير من الزهور للنحل في الحديقة. هل تذهب معي لنرى كيف نمت؟ أوه، أجل، أرجوك يا بينون. ماذا ينبغي أن أرسم؟ عرفت، سوف أرسم كرز. واو. ابقى ثابتاً يا كرز. لا فائدة من هذا. يا حبيبتي البلوط، أتريدون أن أرسمكم في لوحتي؟ نعم، أنا. لا، يجب أن تظلوا ثابتين. لا يمكنني رسمكم وأنتم تتقافزون. أظن أنه علي أن أجد شيئاً لا يتقافز كثيراً لأرسمه. حلزون، هذا مثالي للرسم. إنه لا يتقافز كما أنه جميل وبطيء. مرحباً يا لين. رسم حلزون جميل. تستطيعين أن ترسمي زهوري الجميلة الجديدة؟ لقد زرعتها هناك. تعالي. أنا لا أرى أي زهور هنا يا بينون. ولا أنا. لقد زرعتها في هذا المكان. لكنها لم تنمو بعد. يا إلهي. حسناً، إذن علي فقط أن أزرع المزيد. هيا بنا يا رومبا، فلنذهب لنحضر المزيد من البذور. عرفت، سأرسم الكثير من الزهور لأسعد بينون. بذور شهية. أجل، لكن أوشكت أن تنفذ. لا تقلقي، أنا واثق أننا سنجد المزيد من البذور الشهية. أظن أن معي كل ما أحتاجه. سوف أعتني بالنحل حتى تعود يا بينون. النحل لا يحتاج إلى جليسة كالأطفال يا رومبا، لكن إن كنت سترعاه عليك ارتداء هذا، لأن النحل قد يلسعك. أنا لم أعتني بنحل من قبل يا بينون، سيكون هذا ممتعاً. ما رأيك فيها يا كرز؟ زهور، هذا يعجب الفتيات. ماذا ستفعلين بكل هذه الرسوم يا لين؟ إنها لبينون لأن زهوره الحقيقية لم تنمو. سأرسم زهرة زرقاء جميلة من أجلك. لا. هل تأخذانها لبينون كي أرسم المزيد؟ نعم بالتأكيد، لكن ألم ترسمي زهورا كافية بالفعل يا لين؟ سأسبقك. أين ذهب جميع النحل؟ ربما يكون مختبئاً. اظهر أيها النحل، أينما كنت؟ أيها النحل، إلى أين ذهبت؟ هذا رداء رائع يا رومبا. ماذا تفعل؟ أنا أبحث عن نحل بينون. كان من المفترض أن أرى النحل، ولكن لا أستطيع العثور عليه. أثق أنهم لم يبتعدوا كثيراً عن هنا يا رومبا. سأضع هذه الرسوم في الداخل لأجل بينون. سأساعدك على إيجاد النحل. أشكرك يا كرز، الآن يمكنك أن تبدو رائعاً أيضاً. يا إلهي، إن رسوم لين كلها رائعة، لكنها رسمت الكثير منها. روزي، لدينا مشكلة. بحثنا في كل مكان لكننا لم نعثر على النحل. يا إلهي. بينون سوف يغضب مني جداً، لقد وثق بي لرعاية النحل.
وبدون النحل لن يكون هناك عسل. ربما هناك طريقة أخرى للحصول عليه. نعم، يمكننا أن نصنع العسل بدلا منه. كيف؟ بينون قال إن النحل يجمع الرحيق من الزهور ويحوله إلى عسل. إذن هذا ما سوف نفعله. أوه، إنها فارغة. ماذا عنك؟ آسف يا رومبا. علينا أن نكون صغار الحجم مثل النحلة لنستخرج الرحيق من الزهور. يتعين علي أن أخبر بينون أنني لست راعي نحل جيد وأنني أضعت النحل. انظري، الكثير من البذور الشهية تماماً كالمرة السابقة. لذيذة. ابتعدي، إنها لي. غير صحيح، إنها لي. لذلك تختفي كل بذوري إذن. ما الذي تظنان أنكما تفعلان؟ إننا نأكل. ولكنكما تأكلان بذور زهوري. بذور زهورك؟ نعم، كنت أحاول أن أزرع زهوراً من أجل نحلي، لكنكما أكلتما كل البذور. الآن فقط عرفت لماذا لم تنمو أي زهور. آسف يا بينون. عذراً، لم نكن نعرف أنها هنا لهذا الغرض. ما اعتقدناه فقط أنها وجبة شهية. ماذا سأفعل الآن؟ نحلي يحتاج الكثير من الزهور ليصنع العسل. بمناسبة النحل يا بينون، حسناً، هناك مشكلة صغيرة للغاية. لقد أضعته. فعلت ماذا؟ لقد اختفوا. بحثنا في كل مكان ولكن لم نعثر عليهم. ربما كانوا يطيرون في الأرجاء بحثاً عن الزهور. حقاً؟ نعم. أعتقد أننا بإمكاننا المساعدة يا بينون. نعم، إن كانوا يحبون الزهور فنحن نعرف أين يمكن أن نجدهم. أهلاً فكري، هل رأيت نحل بينون في أي مكان؟ انظر هناك، لقد كان يحوم هنا طوال اليوم. ها هو النحل. زهور، الكثير منها. لقد تنزهنا هنا وأكلنا بذور الزهور، لابد أننا أسقطنا بعضها. سيتمكن النحل من صنع عسل كثير منها. لكن كيف سيجد طريقه إلى الخلية؟ ها قد وجدتك يا بينون. مرحبا يا لين، ما الذي تحملينه؟ كنت حزينا للغاية بشأن عدم نمو زهورك، فرسمت لك الكثير من الزهور كي تضعها في بيتك بدلا منها. لكن هناك الكثير منها بالفعل في بيت بينون. رومبا. أوه، إنها رسوم جميلة يا لين، أشكرك. من المؤسف أن لا أحد يريدها. كل هذه الرسوم وهذا النحل أعطوني فكرة رائعة. بفضل رسوماتك عاد النحل إلى خليته. إذن سيكون لديك عسل في النهاية يا بينون. أشكركم. حسناً، يستغرق النحل وقتاً لتحويل الرحيق إلى عسل، لذا لن نحصل عليه وقت تناول الشاي. لكن لحسن الحظ دائماً لدي كميات إضافية من العسل للطوارئ. أيريد أحدكم شطائر عسل مع الشاي؟ أسرعت إلى المنزل بدوني؟ أجل؟ ماذا تفعل بكل رسوم الطعام هذه؟ حسناً، تعرفين أن النحل يحب الزهور، لذا يتتبع صور الزهور كي يعود إلى خليته. نعم. حسناً، في حال ضللت الطريق ذات يوم، لدي إشاراتي الخاصة أيضاً، رسومات لكل أطعمتي المفضلة: جزر، تفاح، موز، شطائر، فراولة، مثلجات. رائع يا رومبا. وصلتنا هدية.
الخرز يتقدم. السرعة القصوى. سأسبقك لأنني أسرع منك يا خرز. هيا هيا هيا. هيا يا روزي. أوه بلبلة. مشغولة مشغولة مشغولة. هاي أنا ربحت. ياي بل أنا البطل. رومبا من فاز؟ أنا لا أعرف. المفروض يا رومبا أن تراقب. لقد فعلت لكن في النهاية لم. لا يهم راقبت أم لا، أنا فزت. أنا فزت. روزي ألن نحضر البسكويت اليوم؟ أتمنى لك الحظ في صنع الحلوى، وإلا يا روزي أحدهم ستغلقه معدته. لكنني فزت. الشوكولاتة لو سمحتي روزي. لا أصدق أنك لم ترني أسبق قرز. آسف يا روزي، بلبلة ظهرت فجأة. روزي ماذا؟ أين سري؟ أين ذهب؟ لا أعرف. لا تقلقي، ليس مع البيض والطحين. ربما سقط أثناء السباق. سأذهب لأبحث عنه. أسرع يا بينون. أما زلت نائما يا بينون؟ إنها الظهيرة. كيف لم أسمع جرس المنبه؟ أين هو؟ اختفى دبدوبي بوني أيضا، مع أنه لا يستطيع المشي يا بينون. لم يفارقني منبهي منذ ولدت. مهلا، ما هذا؟ وجدت مثلها. هل علينا فتحها؟ لا أعرف، بوني يحب الهدايا، سأقدمها له حين أجده. حسنا يا رومبا، أنا وكرز بدأنا السباق من هنا. إذن لنبحث هنا. معذرة يا روزي، لفة واحدة احتفالا بالفوز. أوه هذه هدية. أتعرفين عيد من اليوم؟ ليس مهما يا رومبا، المهم أن أجد زري بسرعة كي أسبق كرز مجددا. لنذهب إلى منزل بينون، مررت به صباحا. أهلا يا روزي. أهلا يا رومبا. وجدتما هدية أيضا، انظرا. جيد، لكنني أضعت زري. منبهي المفضل اختفى. ودبدوبي بوني. أحدهم أخذ أغراضنا يا رومبا. هذا يحتاج المحقق رومبا. إذن بينون، أنت فقدت منبهك. متى اختفى بالضبط؟ لا أذكر، لم تكن معي ساعة. أوه ليتني أحضرت البسكويت. التحقيق متعب ويشعرني بالجوع. انتبهوا. كفي كفي، هذا تحقيق مهم جدا. أنا سأحاول. حلوى. أحسنتِ يا روزي. إذن أخبروني ماذا فعلتم صباح اليوم؟ فهمت. ولماذا كنت تقفزين؟ نحتاج إلى مساعدة شخص حكيم وذكي. هذا أنا. بصراحة قصدت أرزة. تعال معي. روزي ورومبا، مرحبا بكما. مرحبا بك، عرفتنا وأنت مغمضة. أعرف الكثير وأسمع معدة رومبا تقرقر. آسف. روزي اقتربي يا ابنتي، ما هي مشكلتك؟ أحدهم أخذ أغراضنا المميزة ولم يترك دليلا خلفه. هل تذهب الصحراء إلى الغيوم الماطرة؟ أم يأتي المطر إلى الصحراء؟ ها؟
لكنها لا تمطر. أظنها تعني أن الأفضل إحضار الفاعل إلينا وليس أن نذهب نحن إليه. شكراً يا أرزا، يجب أن نسرع. كارز، مستعدة لجولة جديدة يا روزي؟ لا، لا أريد أن أهزمك مجدداً يا كارز، أريد استعارة كرتك أولاً. حسناً، موافق، ولكن انتبهي لها، إنها كرتي المفضلة. ستكون في أمان، أعدك. سأذهب لأرى فكري. لتنصب فخاً، دع طعماً مغرياً. الذي أخذ أغراضنا سيأخذ كرة كرز المفضلة، لذا سنراقبها ونقبض عليه. أوه، أهلاً. لقد اعتقدنا أنك جائع. أحضرنا البسكويت. شكراً. إذن لماذا نختبئ هنا؟ لنقبض على سارق أغراضنا المميزة. وضعت كرة كرز المفضلة هناك. أي كرة؟ لقد اختفت. أوه، كرته المفضلة روزي. وعدت أن تحافظي عليها. أعرف، سأشرح له الأمر. أتمنى ألا يصرخ في وجهي. اختفت، لكنها كرتي المفضلة. أوه، أنا متشائم للغاية منذ هذا الصباح. سامحني يا كرز، كنت أحاول إعادة أغراضي المفقودة. ربما علينا فتح هذه الآن. أظنها من الذي أخذ الأغراض. أوه، ريش. إذن لو عرفنا من عنده ريش غزير سنعرف من أخذ الأشياء. أوه، ما هذا الصوت؟ أوه، كأني أسمع صوت منبهي. إنه قادم من عرفنا من. هذا زري. بلبلة، أنا وجدته على الطريق. أبوني. هذه كرتي. بلبلة، لماذا أخذت أغراضنا؟ لا يحق لك ذلك. لأنها تعجبني وليس عندي مثلها. ليس عندي من هذه الأشياء. ففكرت أن نتبادل. عليك استئذان الشخص قبل أخذ غرضا يخصه. أعرف، وعرفت أنني لا أملك شيئا مميزا إلا ريشي، وحين بادلتكم به فقدته كله. حتى الاحتياطي. كم أنا حزينة. جميعنا حزننا لفقدان أغراضنا المميزة، لهذا هي مميزة. بوني سيزورك في أي وقت يا بلبلة. ويمكنك استعارة منبهي. وربما كرتي أيضا، لكن اسأليني أولا. ها؟ آسفة للمشاكل التي سببتها لكم. ليتني أستطيع تعويضكم. تستطيعين. أنا تسابق يا كرز. الصاروخ الخارق مستعد للسباق. أنا قادم. حسناً، النتيجة متقاربة جدا، لكن الفائز هو روزي. هي، شكراً يا كرز، إنه أفضل سباق قمنا به. وهو آخر سباق تفوزين به. رائع. نعم، ألست رائعة؟ رومبا، أخبرني ما هو غرضك المميز. لدي الكثير، هناك ديناصوري واليويو وأحياناً لعبة الببغاء أو حذاء التزلج. عليك اختيار غرض واحد تفضله على البقية. واحد؟ نعم. ما هو؟ إنهما شيئان في شيء تقريبا. رومبا، اختر واحدا. تفضلي. محاولة ناجحة.
تعال إذن، هيا لنأخذ التفاحة. ها هو كرز. تفاحة. لا عليك يا كمون، انظر إلى هذه. تفاحة. لماذا أحضر كرز هذه الأشياء يا روزي؟ الأمر سيكون مسلياً. هيا بنا. منذ الصباح وكرز يضع هذه الأشياء في كل مكان. ما هي هذه يا لين؟ هذه الأطواق ممتازة للقفز. أوه، أهلاً يا بنون. أهلاً يا كمون. مرحباً يا لين. بينون. كمون يرى أنك مدهش يا بينون. بينون مدهش. لما كل هذه الأشياء؟ سأريك. عندي، انظروا، مستديرة ومضحكة. من وضعها هنا؟ من؟ أنا صنعت مضماراً للسباق. أي سباق تقصد؟ الحواجز. ستقومون بأعمال مختلفة في الحديقة. هذه الأطواق مرروها فوق رؤوسكم. هكذا. وماذا سنفعل أيضا؟ الكثير. تعالوا هيا بنا. يبدو الأمر مشوقا. ها نحن عند ممر الحجارة. لين تنطلق كالعاصفة. أوه، ورمبا على العارضة. هل سينجح في الوصول؟ نعم لا، حظاً أسعد في المرة القادمة. محاولة، اثنتان، ثلاث محاولات فاشلة لروزي. وكرز في مسابقة الأطواق، وها هو ينطلق في سباق الانحدار عن التلة. هيا روزي تستعد للقفز بالحبل. مسابقة مهمة، وروزي تنجح بسهولة. لين وروبا يبدأان سباق آنية الزهور بحماسة، ولكن أوه، بينون لم يبدأ بعد. هيا يا بينون، لماذا لم تبدأ بعد؟ كمون صغير ولا يمكنه تجاوز أي حاجز، لهذا سأبقى معه. بينون، كمون، جرب هذه. أوبس. بينون. اسمع، سنذهب لنرى فكري مجددا. هل تأتينا يا بلبلة؟ بينون. انظر وتعلم يا رومبا. أنا أفضل متأرجح على الإطلاق. أوه، أين بينون؟ لم يشترك في أي سباق بعد. هاي كرز، انظر وتعلم. مرحبا يا فكري، هل رأيت بينون؟ روزي. أوه، مرحبا يا كمون. بينون طلب مني أن أهتم بكمون بعض الوقت. أظن أنه ذهب إلى الغابة مع بلبلة. شكرا يا فكري. أوب. نعم. كان أمرا سهلا جدا. أتحاولين يا لين؟ ربما، لكن أريد أن أرى ماذا سيفعل رومبا بعد ذلك. لا تسرع، خذ كل وقتك. ابقى هادئا، لا تخف، لا تخف. ماذا يجري؟ أحاول أن أساعد بينون ليتدرب على عارضة التوازن. يتدرب؟ لماذا؟ هيا حاول يا بينون. لست بارعا في ذلك يا روزي، سوف أقع، أنا متأكد. لا بأس بذلك، فلنجرب. كمون يظنني أنجح في كل شيء، وأنا لا أريد أن أخذله. أنا
متأكدة أن كمون سيفخر بك مهما فعلت. ربما، لكني لا أريد أن أخيب أمله. علي أن أتعلم الطريقة الصحيحة وبسرعة. انظري إنه رومبا البطريق. ليس الأمر مضحكاً. إذن كما تريد، لكنني أرى أنه أمر مضحك. لنتسابق. هاي. أوبس. لا 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 لا، ثبت عينيك على طرف الجذع هكذا، ثم امشي باتجاهه بهدوء وببطء. هذا ما أفعله، لكنني لست بارعاً في التأرجح. عرفت ما هي المشكلة. بلبلة تتأرجح وجناحها مثبتان، أما نحن فعلينا أن نمد ذراعينا هكذا. فهمت؟ لم يخطر هذا ببالي. سأفعل ذلك. انظر إليه. أوه، شكراً يا روزي، شكراً يا بلبلة. كمون، أنا قادم. مسابقة الحبل التالية. لا، آنية الزهور. لا يا رومبا، مسابقة الحبل. هيا تعالي وشاهد بينون على مدمار الحواجز. هل أنت جاهز؟ هل أنت مستعد؟ انطلق! مد الذراعين، مد الذراعين، مد الذراعين. فعلاً مسلٍ. أنا سعيد لأنني حاولت. الخوف من المحاولة سخيف. أنت على حق، لم أشارك في لعبة كرة السلة لأنني لم أكن بارعة. وأنا لم أشترك في لعبة التأرجح على العارضة لأنني ظننتها صعبة. كرز، ألهذا لم تجرب آنية الزهور؟ حسناً، وماذا عنك في لعبة الحبل؟ لكن لعبة الحبل لعبة صعبة فعلاً. في الجولة الأخيرة كل واحد سيحاول اللعبة التي يراها الأصعب. ببالي. ما رأيك لو تصمتين عن الكلام قليلاً؟ ماذا؟ أوه، حسناً. كمون مدهش. روزي، أتعرفين كيف تقومين بالمحاولات وقد تنجحين فيها؟ نعم. حسناً، فكرت أن تحاولي غسل الصحون. رومبا، هل علي أن أجفف؟ نعم يا رومبا، أظن أن عليك المحاولة.